السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصدر أمني: ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس إلى 26 حالة وفاة. خبر جديد، خليكم معانا نسمع الخبر. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. خليكم معانا. كشف مصدر أمني عن ارتفعت أعداد ضحايا عقار جسر السويس المنهار إلى 26 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن تمكن رجال الحماية المدنية من انتشال 3 جثث آخرين مساء اليوم الأحد، مؤكدا أن رجال الحماية المدنية ما زالوا في حالة البحث عن ضحايا آخرين تحت أنقاض عقار المنهار. كانت غرفة العمليات المركزية بمديرية أمن القاهرة تلقت في الساعات الأولى من الفجر أمس السبت بلاغا بانهيار عقار مكون 10 طوابق يتضمن بدروم وأرضي بشارع التلاجة بمنطقة جسر السويس تقسيم عمر بن الخطاب بحي السلام في القاهرة. انتقل الحماية المدنية ورجال مديرية أمن القاهرة إلى مكان الحادث وتم استخراج 17 جثة في اليوم الأول. وقالت التحريات أن العقار المنهار به مخزن أقمشة ومصنع ملابس في الطابق الأول والبدروم، وما بقية الطابق يسكنها أكثر من 100 شخص. تم تحرير محضر بالحادث وتولت النيابة مباشرة التحقيق. شفاكم الله وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.